العدو ماضي في قانون في تقديم قانون إعدام الأسرى، حيث أن هذا القانون تم تقديمه عام 2015 وتم تقديمه بالقراءة الأولى الموافقة عليه في الكنيسة عام 2018. اليوم من جديد بن غفير يعني يقدم هذا القانون من أجل أن يشرع يعني قتل أسرانا الأبطال حسب القانون. هذا القانون هو مخالف للقوانين الدولية والإنسانية، هذا القانون يجب مجابهته ويجب أن يكون هناك استراتيجية موحدة لكيفية مواجهة هذا القانون. هذا قانون يعني عنصري بامتياز، والأسرى الأبطال أصدروا 3 بيانات حذروا فيه من سحب إنجازاتهم داخل سجون الاحتلال أو قتلهم داخل سجون الاحتلال، وهم على بدأوا بتعبئة الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال من أجل مجابهة هذا العنصري المتطرف بن غفير وجلعاد أردان وكل الصهاينة المتطرفين في هذه الحكومة اليمينية العنصرية.